عام تطور فيه خطاب المتظاهرين وسقف مطالبهم بشكل تصاعدي، وانتشر الغضب الشعبي جغرافيا، وبالمقابل أمعن النظام السوري في قمعه للاحتجاجات. محافظة درعا كانت مبكرا واحدة من بدايات المشهد حينما كتب أطفالها شعارات تطالب بالحرية على جدران مدرستهم. اعتقلوا وتحرك ذبوهم، لكن قمعهم عجل ما كان مؤجلا. المقدمات كانت جاهزة باعتبار حالة الكبت السائدة في سوريا لتتسع دائرة الغضب والقتلى والجرحى والمعتقلين. توالت الجمعات كموعد لذروة التظاهر وحملت رسائل سياسية وحشدت الآلاف وقتل فيها العشرات بل المئات في بعضها على يد قوات الأمن وعناصر الشبيحة. وبدأ مركز التحرك المناهض للنظام يتسع شيئا فشيئا، والأهم حسب مراقبين هو كسر حاجز الخوف. ظلت مقاربة النظام أمنية بامتياز، تفترض وجود إرهابيين وتتحدث عن مؤامرة كما جاء في خطابات عديدة للأسد. لكن تصاعد القمع قابله إصرار رفع سقف المطالب من الحرية والتغيير إلى المطالبة بإسقاط النظام وصولا إلى التخلص من الرئيس. حسب إحصاءات موقع شهداء الثورة السورية اعتمادا على مواقع متعددة، فقد قتل أكثر من 10,000، أغلبيتهم الساحقة من المدنيين خلال عام. بين هؤلاء أكثر من 650 امرأة وفتاة، ولم يعفى الأطفال من دفع الضريبة، فسقط منهم أكثر من 660، وإن كانت أرقام الأمم المتحدة أقل من ذلك. بلغة الجغرافيا، تصدرت حمص المشهد خصوصا أحياء باب عمرو والخالدية، وسميت بعاصمة الثورة. تلتها إدلب، فدرعا، فحما، فريفي، دمشق. وهنا نفهم لما ركز النظام على هذه المحافظات. وبعدد أقل كانت حصيلة القتلى تتراوح في دير الزور واللاذقية ودمشق وحلب، بينما قتلت أعداد أخرى وذلك بشكل متفاوت في باقي المحافظات السورية. تضاعف عدد القتلى بعد شهر فقط من بداية الثورة 6 مرات كما يظهر بالنسبة لشهر أبريل، وبقي فوق معدل 500 قتيل بالنسبة لباقي الأشهر حتى شهر أكتوبر. لكن وتيرة القتل منذ نوفمبر الماضي عودت الصعود، فتخطت عتبة 1,000 قتيل في شهر ديسمبر، وذلك تزامنا مع وجود بعثة المراقبين العرب، وتضاعفت في فبراير وحتى الأسبوعين الأوليين لشهر مارس أذار الحالي. مخاض تأسس في ظله المجلس الوطني السوري كما أعلن عن تشكيل الجيش السوري الحر. طرح العرب مبادرة سياسية لنقل السلطة، لكن النظام رفضها وأرسلوا مراقبين وألقوا بمبادرتهم في مجلس الأمن. لكن فيتو روسيا صينيا لمرتين كان بالمرصاد لصدور أي قرار ضد سوريا، لتتبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاحقا قرارا غير ملزم، وعقد أصدقاء الشعب السوري مؤتمرا لهم في العاصمة التونسية. مجازر متواصلة وثقتها منظمات حقوقية متهمة النظام السوري بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، لكن النظام واجهها بالتأكيد على الخيار الأمني والتأكيد على ما يراه إصلاحا من خلال استفتاء السوريين على دستور جديد والدعوة لانتخابات برلمانية في مايو المقبل.